السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي اللغة الإنجليزية للصف الثالث متوسط. كتبت أهم القواعد المهمة الوزارية باليونت السابع، يونت 7. فقط كتبت أهم القواعد، وإن شاء الله راح أنزل لكم إنشاءات ونشرت أسئلة عن قطع الكتاب، نشرتها بقناتي على التليجرام وعلى المنتدى. وهذه الظروف الحال، ويتضمن القواعد يونت 7 ظروف الحال، المبني للمجهول، الماضي البسيط، المضارع البسيط، كلها. واخذت فقط الأسئلة الوزارية. يلا عيني نبدأ بالنقطة الأولى. ألي بلايد ويل لاست ويك إن ذا ريس ويل إن ذا ريس لاست ويك إن ذا ريس ريس لاست ويك ويل. هذه هنا عندنا ظروف الظرف القاعدة مالته، أول مرة الفاعل وبعدين الفعل وبعدين الحال وبعدين المكان والزمان. يعني شنو هي الحال؟ طبعا الفعل الفاعل والفعل، هذا شنو هي لازم بالترتيب؟ الحال أول مرة، وبعدين ظرف مكان، وبعدين ظرف زمان. هنا عندي ما جت حال، هنا أول مرة لازم تجي لي حال، وبعدين المكان، وبعدين الظرف زمان. هذا ما جتني حال، ولا هذه جتني حال. إذا هذه جتني حال وبعدين الظرف الزمان، يلا المكان، يلا الزمان. الحال أول مرة، هذا الحال ول، وبعدين يا هي المكان اسم مكان، وبعدين last week اسم أو ظرف زمان. فنختار ثاني واحد. اثنين، slow slowly good well. هاي إضافة ly، good تختلف، قاعدة شاذة، نخلي well. It rained last night heavily in Baghdad. لو heavily in Baghdad last night، لو in Baghdad heavily last night. هنا هم نفس الشيء، يعني نقول لك إنها أمطرت، ظرف زمان، يعني أول مرة إجا ظرف الزمان، يعني ظرف الزمان جتي فما اختاره. بعدين ظرف الحال، هذا لازم حال ومكان، بغداد heavily حال وبغداد مكان، وبعدين last night ظرف زمان. يعني لازم أول مرة الحال ظرف الحال والمكان، يلا الزمان. clear clearly، هذه الواي نقلبه، إضافة ly نقلبه إلى I ونضيف له ly. In our house, read usually after dinner we cook quickly. هنا عندنا ترتيب، لازم نقول order هنا، فنقول رتبها، نقول we usually أول مرة الفاعل وظروف التكرار والفعل، وبعدين تكملة الجملة الظرف. We usually read quickly. زين، هذه النقطة الخامسة. نجي على النقطة السادسة. النقطة السادسة شو يقول لي؟ هنا عدي الاعتذار، هم جبت obligates to your teacher for being late for the class. شو يقول؟ I'm sorry for being late، يعني بس كلمة I'm sorry، وهذه to your teacher يقول لك اعتذر لمعلمك، فهذه ما أقولها، بس أقول I am sorry منها for being، وتكملت الجملة. Did you bring the book asked for choose؟ اختار، يقول لك النقطة السابعة، يقول هل أنت جلبت الكتاب الذي سألتك عنه؟ نقول Oh I'm sorry، نخلي Oh I'm sorry. النقطة الثامنة، I've lived in the village I was 3 years old for no since no from. ما دام عدي قاعدة for since بداية، يعني محدد 3 سنوات، 3 years أخلي since، أخلي شنية since. زين، النقطة التاسعة يقول لي I have lived in the house for no since no ago. نختار for، ليش؟ لأن عدي يقول له أنا عشت في هذا المنزل يعني 4 4 المدة، يعني هنا المدة يحدد
my uncle has been. هنا عندي will have، هذه بش يسموها المضارع التام. my uncle يعني المفرد الهي والشي والات، ياخذ has والتصريف الثالث للفعل بين، هي اصلها بي، فنقول has، لان هذني ما بهن ظروف، ما بهن افعال مساعده، لكن هاي صح افعال مساعده، لكن هي my uncle عندي مفرد، لو كان they اخترت have، لكن my uncle has been. النقطة للدعش قايل كوتون اند شوغر ان السودان از جراو لو ار جراون، جراون لو جراون. هنا عندي ار، لازم عندي افعال مساعدة نختار ار. ليش اختارت ار؟ لان كوتون اند شوغر يعني لو بس مفرد اختاريت از. النقطة ال 12 الي هيلد هيز فاذر يسترداي نيجاتيف. هنا كلمة يسترداي يعني اشوفه الباست سمبل، اضافه اي دي بالافيرماتيف، لكن النيجاتيف نخلي didnt. الي didnt والفعل المساعد، الفعل لازم اجرده اذا اي اضافه اخلي له بدون اضافه وانزل تكمله الجمله. لوك لوك لوس لوس لوست. هنا اضافه الماضي قواعد شاذه، الماضي البسيط اكو افعال شاذه تصير لوست. اي ماي انكل تو دايز اجو I'm going to see Lo. See Lo. So هنا عندي ما دام عندي ago يعني بالماضي البسيط نختار so. بالماضي البسيط so. Do did get got. هذه بالماضي البسيط نختار لها الجيت تصير got. اكو افعال شاذة. ان شاء الله تستفادون من هذا الفيديو، وبالتوفيق يا ربي.